هلو، طبعا يا جماعة في واحدة بتطلب مني كيف اجيب الرجل في امامته. هاي اتوقع اذا هي مزبوط، يعني يمكن هاي الام ام 2 لانه صاحب الماب هو نفسه اللي عامل كل المابات. فاوكي ندخل ام ام 2، ويمكن الفيديو عبارة عن اذا هي البنت او الولد. لحظة، صورتها بنت. طلبت مني في ام ام 2 كيف تجيب الرجل، بس انا رح اعلم طريقة تانية كيف تجيب الهيدلس كمان. فياس اول ما يبدأ رح احكي لكم. اوكي، طبعا كيف تجيب الرجل هاي، كيف نجيب الرجل هاي والهيدلس. اللي بيعرف ارجوك حط لايك واطلع برا واشترك لا تنسى. كيف نجيب الرجل؟ اوكي، اول اشي بنفوت على هاي، نفوت على هاي، شكلها مبينة. هاي نفوت عليها، هيها نفوت عليها، بنروح عند ال هاي، ندخل عليها، بنروح عند الرجل هاي. تمام. هلا انتو بدكم تدوروا عليها مليون سنة، نو، بتدخلوا هون يا جماعة وشوفوا شو بدكم تكتبوا. اللي بدكم تكتبوا الصراحة كتير سهل، شفتوا اسهل من هيك؟ ها، كي ار او، كله سهلة، كتير سهلة يا. ها، كي ار او، بس انتو كتبوها بطيء لانه يمكن يعلق. سبحان الله، من العدم كتبنا هاي، كتبنا الكي ار او، سبحان الله طلعت الرجل. اوكي، الهيدلس السريع بسرعه بتلاقوه. طبعا انا ما بعرف اكتب هيدلس نفسه. ننزل 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 ننزل. اوكي يا كندا، اي هيدلس؟ هذا الهيدلس ولا هذا الهيدلس؟ شايفين في نقطه خضراء هون؟ لا، تاني اشي طلع كلام هيد، يعني اذا ضغط عليه هلا طلعوا الي راس، بس هذا اللي بتضغطوا عليه. وهي هيدلس، ويعني فيديو باختصار دقيقتين وبس. باي، ويا متابعة I love you. هاي الطريقة عشان قلبك الحنين ده.